ماسك في الميكس فاكشنز في السكشن اللي فات عرفنا ان الميكس فاكشنز او المنشآت غير محدده استاتيكيه اللي احنا ما نقدرش نحلها بالطرق البسيطه. الطرق اللي احنا عارفينها بتاعت الكويري كانت بسيطه اللي هو عمليات الاتزان. وقلنا ان المنشآت الغير متحمله ليها دور في حل المنشآت بتاعتها سواء ايجاد الانترنال فورسز او الاكسترنال فورميشنز. وقلنا الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها في حل الميكس فاكشنز. واول طريقه اللي اخذناها هي السوبر فيجن مسكو. تاني طريقه مهمه ان شاء الله هناخدها اسمها 3 مومنت ايكويشن. 3 مومنت ايكويشن بدايه كده تعالى بقى يعني ايه 3 مومنت ايكويشن ونفهم المصطلح ده يعني ايه ونطبقه زي الصوره. 3 مومنت ايكويشن معناها زي ريليشن بتوين بين المومنتس علاقه بين عزوم الانحناء ات سي successive joints يعني علاقه ما بين عزوم الانحناء ما بين ثلاث نقط متتاليه. successive يعني متتاليه او ورا بعض. or supports يعني joints او supports. ما هو العزم ده لما يكون عامل support صح؟ يعني كان زي continuous beam او في frame يكون عامل joint مثلا صح؟ صح ولا لا؟ هو العزم اللي بيكون عن جوينت او سبورت في الاخر اسمها جوينت انستراكشر. جوينتس او سبورتس اوف بيم او فريم. بس لما يكون فريم لازم يكون فريم ويزود سايد سوين بدون حركه جانبيه ونعرف ليه دلوقتي. سبشكتد تو لودنج عليهم احمال. الفريمات دي او البينز دي عليها احمال. اون اتو ادجاسنت سبانز يعني ايه؟ يعني انا بحسب او السي مونت ايكويشن عباره عن علاقه ما بين العزوم الانحناء عن ثلاث نقط متتاليه. النقطه اللي انا بحسب عندها المومنت النقطه اللي انا بحسب عندها المومنت السبانز اللي انا بحسبها ادجستمنت سبانز يعني لحوم متجاوره يعني اللحوم اللي بتتصل بالجوينت دي لحوم متجاوره. اللحوم دي متحمله باي احمال ديستريبيوتد بلوت كونسنتريتد بلوت كونسنتريتد مومنتس ايا كان شكل الحمل. اون اتو ادجستمنت سبانز حقوق متجاوبه ويز اور ويزاوت سيتلمنت اوف سبورتس. يعني ايه ويز اور ويزاوت سيتلمنت اوف سبورتس؟ احنا عارفين يا جماعه ان اي سبورت بتاع ستراكشر في اي ستراكشر في الدنيا بس طبعا ستوريز الستراكشر ده بيتحمل احمال موزعه احمال مركزه فيرتيكال وهوريزونتال اللي هي ويند وسكوير وكده. السبورتس دي احمال بتتنقل من الممبر لممبر لممبر لحد ما توصل من الاعمده ومن الاعمده للفاونديشن صح؟ فاونديشن اللي هي اساسها بتاعت ايه؟ مش اسمها كازوريتد فاونديشن او شيل اللي هي اساسات سطحيه كازوريتد ستريب رافت او دي فاونديشن اللي هي بتبقى على الفاينز. الفاونديشن دي في الاول وفي الاخر بتتبسط على ايه؟ على سوليد صح؟ السوليد دي ليها حاجه اسمها بيرنج كباستي يعني بيرنج كباستي قدره تحمل التورك زي ما اي ماده ليها سبرنس زي احنا بنقول خلاص مثلا ليها اف سي يو صح؟ اف سي يو معناها ايه؟ كاركترستيك كومبريسيف سبرنس يعني مقاومه الضغط المميزه للخرسانه برضه ليها سبرنس في الشد بس قليل. الحديد برضه ليه اف ال اف ال دي سواء في الشد او الضغط صح؟ اف اوت يعني كل ماده ليها سبرنس وتحمل سواء كانت ماده طبيعيه ربنا خلقها او ماده احنا مصنوعينها. برضه السوليد دي ليها قوه تحمل اسمها بيرنج كاباستي قدره تحمل ايه؟ التربه. يعني ايه؟ يعني انا لما اجيب منشا عن طريق فاونديشن في ريسك على السويل على الارض لازم التربه تكون قادره على تحمل الاحمال دي. ايه اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل انهيار في التربه دي والمنشا ده يحصل له سيتلمنت هبوط في التربه. السيتلمنت ده بيحصل ازاي؟ اساسا يا جماعه السوليد دي عباره عن اي سوليد اي كان لوحده تبقى عباره عن مزيئات كده صح؟ سواء بقى كانت فاين سويل او كورس او اي كان نوع السويل. المزيئات دي خد كده ده السويل بتاعت الاستراكشر. المزيئات دي ليها فراغات. المزيئات دي ليها فراغات. اما المنشا احنا عندنا ارض كده بنعمل عليها منشا وعندنا فاونديشن بيس بتاع السويل. المنشا اثناء الاستراكشر بتبقى احمال اقل اللي هي احمال الديدول فقط واحمال الناس اللي شغاله والمعدات. بعد ما المنشا يشتغل احمال الديدول واحمال خالص لو جينا قدر مثلا زياده او ويند عاليه
ما بتشتغل صح فالمنشأ بيشتغل مثلا بكفاءات او باحمال، فبيأثر على السول دي ايه؟ بحمل. فبيعمل ايه؟ انت بتأثر على السول بحمل، هي قادرة على تحمل الاحمال دي اللي هي البيلد بس بتاعتها، ولكن انت لما بتضغط عليها الجزيئات دي بيحصل لها ايه؟ تنضغط. تنضغط فالفراغات اللي فيها ايه؟ بتقل، فكل ما بتأثر بالحمال الجزيئات تقرب من بعضها، تنضغط. تقرب من بعضها تنضغط، حجم حجمها يقل، صح؟ فحجمها يقل يعني حسبها ايه؟ يعني بتكش شوية كده. فأكيد الفاونديشن الريست على السويل هتنزل معاها، صح؟ فده مقدار سيتلمنت أو الهبوط. ده مقدار سيتلمنت أو الهبوط اللي بيحصل في ايه؟ في المنشآت. والسيتلمنت ده سيرفيسبيلت ليه زي الديفليكشن أو السويل أو الدريفت. يعني لما إن شاء الله نحسب قانون دفع الديفليكشن، نحسب الديفليكشن كفاور، كل واحد نحسب الديفليكشن كفاور، كفاور الألاب اللي موجود في الهبوط، صح؟ برضه السيتلمنت ده سيرفيسبيلت ليه بنحسبه وبنقارنه بالقلب المسموح به بالكود. الاصل هنا ايه؟ ان السيت ده لو عم يحدث، عشان كده دايما بنقول اسس على اي تربه موقع، يقول لك التربه دي بيحصل طبعا التربه بيخش بياخد جثه بيعرف الليرز التربه دي بيحصل لها كومباكشن، قدامك الكومباكشن ده مهم جدا بقى عشان موضوع السيت بيلت. الكومباكشن ده انك تقعد تمشي على التربه دي الرصاص والمعدات مش عارف تقعد بقى تضغط فيها. طبعا مش هتوصل للنهايه يعني 100% مش هتوصل ان خلاص انت خلصت الجزئيات دي او فرحت الجزئيات دي 100%، ولكن نوصل نسبة تقريبا 95%. يعني السيتلمنت ده بيبقى بعد فترة معينة من التشغيل بتاع المنشأ، ولا أنا بتكلم قبل ما أكمل؟ ما هو في حاجة اسمها سيتلمنت، يعني سيتلمنت لحظي، في حاجة اسمها لونج تيرم زي الريفليكشن بالظبط. الريفليكشن فيه ميديت، في حاجة اسمها لونج تيرم. الإمديت ده أول ما تحمل الدور خلاص، أول ما تحمل الدور بيحصل بيستقر الريفليكشن تمام. اللونج تيرم ده بقى كل ما الاحمال تزيد كل ما الفراغات تقل، كل ما كمان ممكن الفراغات دي مليانه بميه تخرج من الميه او منسوب الماء يختلف، الفراغات تقل الجزيئات تعرف تنضغط فالهبوط يزيد، بس ترجع على المدار الطويل. حاجه اسمها كونسوليديشن، بس حاجه اسمها كونسوليديشن للسويل. الكونسوليديشن ده يعني خروج جزيئات الميه من الفراغات والجزيئات تقرب من بعضها. فكل ما المدى طويل قوي بيحصل ايه؟ الهبوط. اما لو في هبوط لحظي برضه لما بتيجي تبين زي الفريكشن كده، بس ده بيحصل بيستقر بس تاني مش قوي كده، ده مش مشكله. ده لون كده، اما ده لون كده بيحصل فين؟ في السبورتس اللي تحت. وبالتالي لو التربه دي انضغطت المنشا اللي موجود عليها هينزل برضه، صح؟ اما عشان كده دايما المؤسس لازم التربه بتاعت الموقع دي او المنشا دي لازم يحصل لها دهن كويس بنسبه معينه، وتحط ووتر وتحط نسبه ميه وتدمج وتعمل عمليه وتدمج، بعد كده تعمل اختبار وتتاكد من ده كله. ده كله ايه؟ بيتم. فانت بقى بتسيب اللي هو اللون التاني اللي انت حاسبه اساسا على واخد معاك في الاعتبار براحتك بقى. تمام؟ انا اللون ده كله السيت اللي انت بيعمل ايه؟ تخيل ان انت دي سبورتس كلها تبقى في منسوب واحد، منسوب التاسيس، صح؟ او قد يختلف منسوب التاسيس في المنشا، يعني جزء معين عن المنشا الثاني، يعني جزء معين عن الجزء الثاني في المنشا، بس ده قليل جدا نادرا. يعني مثلا ايه؟ مثلا الكليه دي كلها موجوده في منطقه واحد، صح؟ الماده ده هو منفصل من مبنى القاعات ولكن، صح؟ ممكن في مثلا غرف امن، غرف كهرباء، معمل واحد كده، ممكن منسوب تاسيسه يختلف عن منسوب تاسيس المبنى ده طالما مش شيلين في الجيل. اوكي؟ طالما مش شيلين في الجيل، يعني موقع كبير مثلا، في مثلا عندنا غرف امن وغرف كهرباء مش عارف معامل مبنى قاعات مبنى سكاشن، لو كل منشا منفصل قد يختلف منسوب التاسيس. ولكن لو منشا واحد طبعا منسوب تاسيس واحد. فبعد ما يحصل الهبوط بيحصل ايه؟ السبورت ده ينزل. ينزل شويه، طبعا بينزل من الجدار مسموم بيه، فبينزل. بس اي سبورت منهم بقى، ايه اللي بيحصل؟ اكيد العمود اللي هو مرتبط بالسبورت ده هينزل، صح؟ فعامل انفورميشن فيها ايه؟ في الامارات دي كده. مثلا نفترض السبورت ده هو اللي نزل بس. الانفورميشن ده معناه ايه؟ يعني الكليك دي معناها ايه؟ انه هيتولد عزوم على الكاميرا ده والعمود ده. انا اقصد ان الاكسترنال انفورميشن اللي حصل ده او السيت ايفنت اللي حصل هيولد ايه؟ عزوم. ما هو انت في كاميرا لقيت العمود والعمود ده نزل، صح؟ يعني حصل اكشن، لازم الكاميرا دي ترد عليه رياكشن، الرياكشن ده تحت في صوره عزم. عشان كده دايما يقول لك العزم اللي بيجي من السيت ايفنت ده العزم ناحيه الهبوط. ليه؟ انت العمود ده عاوز ينزل لتحت، الرياكشن بتاعك انك عاوز تشد لفوق، فده يبقى العزم ايه؟ مع اتجاه الهبوط. فالعزم ده بقى احنا ممكن نسيبه على بلاي ستيشن وينت اكويشن. تمام؟ العزم ده ممكن نسيبه على بلاي ستيشن وينت ايه؟ اكويشن. خلي بالكم هنا بقى تويست او زود
سيتل بيت اوف سبورتس. يعني احنا ممكن نقدر نحل تيمز او فريمات فيها سيتل بيت على السيمنت ايكويشن، نقدر نحل الكونتينر سكيم، نقدر نحل فريم ولكن وزاود سايد سوين. وزاود ايه؟ سايد سوين. طب يعني ايه سايد سوين يا باشمهندس؟ بص كده يا باشمهندس، انا لو عندي فريم عامل كده وجيت قصرت عليه قوه جانبيه تي عند المسكوت الضوء اللي هو الستوري ليفل ده، البي ده ممكن يكون من بروت او سايز بروت او سايز بروت، اكثر احمال اللي هي بتاثر على مشاهده النيل. في طبعا احمال بتاثر على مشاهده خاصه زي ايرث بريشر، زي ووتر بريشر في التانكات والكلام ده كله، او المشاهده تحت الارض او بيستن على السور. طيب فريمز اللي انا اثرت عليه بقوه بي، انتوا متخيلين شكل الفرونت شيبر عامل ازاي؟ هيحصل له ايه؟ دلتا، صح؟ دلتا. الدلتا دي بنسميها لاترال ديسبيسمنت او سايد سوي، حركه جانبيه. فمعنى كلمه سايد سوي هي عباره عن ريلاتيف ديسبيسمنت، ريلاتيف ديسبيسمنت صح؟ بتوين توب اند بوتوم اوف فيرتيكال ممبرز. هي عباره عن ريلاتيف ديسبيسمنت بتوين توب اند بوتوم. يعني ايه؟ يعني شكل العمود ده او شكل الفريم ده بعد تاثير اللود عن شكله الاصلي اتغير من مقدار دلتا فوق كده عند التوب، هو ده معناه اللاترال ديسبيسمنت. برضه الديسبيسمنت دي بتولد عزوم. بتولد ايه؟ عزوم. ما هو اي حركه بسرعه الاستراكشر ده في حاجتين بيأثروا فيه، يا اما فورس يا اما ديسبيسمنت، او فورس او ديفورميشنز. بلاش ديسبيسمنت، ديفورميشنز دي ممكن تكون ترانزليشنز حركات او روتيشنز دورانات. هي فورس وديسبيسمنت او الروتيشنز دي او الترانزليشنز دي هي شكل فورس برضه. يعني الحركه دي هي فورس، وانا يا اما سيب المنشا يتحرك يا اما اقيده ويكون في فورس، او ان اصممه على فورس معين وخليه يتحرك حركه معينه. يعني يا باشمهندس احنا دايما او احنا الكود بتاعنا بنصمم دي حاجه اسمها ايه؟ في يعني تو اسبيكتس المفروض تحقق، حاجه اسمها سترينث وحاجه اسمها سيرفيسبيلتي، صح؟ يعني انت بتصمم القطاع مثلا بتاع 5 سنتيم بتصممه ازاي؟ 67% في السوق على دراسه واحد، صح؟ او بتصممه على الارض، بتجيب الارض بتدخل البيوت بتجيب نسبه تسليم كده تصممه او حته تسليم ايه؟ سترينج اكشن اللي هي مومنتس وشيل والكلام ده كله، صح؟ ده سترينث، يعني الماده دي قادره تحمل السترينج اكشن. طيب في حاجه كمان اسمها ايه؟ سيرفيسبيلتي اللي هي ايه؟ الديفليكشن، صح؟ او سيتلمنت او روتيشن او اي سيرفيسبيلتي ليمت المفروض بتكسبه وبتشيك عليه برضه، صح؟ في الالو في حدود الالو. طيب يا اما انا عندي حاجتين، يا اما فورس يا اما سيرفيسبيلتي. دايما كده اي عنصر او اي جوينت انت لو سبتها يعني قيدتها اتولد فيها فورس، طب لو سبتها تتحرك ما اتولدش فيها فورس. احنا ما بنسيبش المنشا يتحرك خالص ما بقاش اي فورس، ولا بنقيد المنشا قوي ما فيش اي سيرفيسبيلتي، لا احنا بنخليه بنصممه على خليه يتحرك حركه معينه مسموح وتولد فيه فورس معين في حين المسموح في الاسترانس. فاهمين؟ فاي حركه اي حركه اي انفورميشن بيولد اكسترنال او اكسترا سترينج اكشن. يعني الاسترانس كان بيولد من شكله عامل كده. هو شكل المومنت عارفين انت عارف عامل ازاي؟ كان عامل كده. صح؟ صح؟ بشكل مهم كده عارف كده؟ المهم ده جه منين؟ جه من الديسبيسمنت دي. جه من الحركه دي. يا باشمهندس ليه ما نقدرش نحل الفريمات اللي فيها سويب سي مونت اكويشن؟ عشان الديسبيسمنت دي بتولد اكسترا مونت. الاكسترا مونت ده مش داخل معايا في حسابات المعادله اللي احنا بنحسب بيها. فالمعادله لازم تطبقها بالصح. ليه؟ لان اساسا احسب الدلتا دي حاجه اسمها الدلتا اناليسيس، ان انا المفروض اروح احل الفريم بطريقه ثانيه واحسب الدلتا، ومن الدلتا ارجع احسب المومنتس، والمومنتس بقى ادخلها معايا في حساب المعادله. هي المعادله دي ما بتشوفش كونسيدر المومنتس اللي جايه من اللاترال ديسبيسمنت. عشان كده بيقول لك انك تحل الفريمات حلها وزود سايد سوين، زود سايد سوين. طب اعرف هو فين الشانس ان المنشا ده او الفريم ده ما فيهوش سايد سوين؟ دايما السايد سوين بتنشا فيك حالات محدده هي انسيمتريك لودز، يعني منشا عليه احمال
او تاثير الاحمال على الفريم ده مش مش متشابه. اول ما تلاقي انسيمتري في سويل انسيمتري سبورتس يعني دي هنج دي فيكس في سويل. لو اطول على العمليه دي مختلفه مثلا ده هنا الفريم ده عامل كده مثلا كده وكده وعليه احمال فيرتيكال برضه في سايد سويل. السايد سويل مش لازم تبقى حمل افقي فقط، لا ممكن تاخد حمل راسي لو المنشأ غير متشابه. ان شاء الله ممكن نيجي نطبع الفريمات لو هو في عدم تشابه في الانرجي بتاعت الاكسن ده اي ده 2 اي ده 3 اي مثلا يبقى في سايد سويل. الفريم او المنشأ ما فيهوش سايد سويل، اللي ما فيهوش سايد سويل هو المنشأ بيثبت في كل حاجه، في السبورتس، في الانرجي، في اللود، في الجيومتري، شكل الفريم، السيمتري، في كل حاجه هو ما فيهوش سايد سويل. ده طبعا يعني بيبقى قليل او صعب انه يتحقق، صعب انه يتحقق. فتاني كده في اكس مونت ايكويشن عباره عن ريليشن بتوين بين المومنتس ات سي سكسسور جوينت ديس او سبورتس وفي ابيب ورا فريم، ولكن الفريم ده بيزود سايد سويل، والفريم ده او البيم ممكن يكون فيهم سيتلمنت او مفيش سيتلمنت. تمام؟ فهمنا عن اكس مونت ايكويشن؟ يعني انا اقدر الخص الموضوع ده الاستريم اوبشن تنفع في حالات محدده، زي ما احنا كل طريقه هناخدها يبقى ليها ريستريكشنز شويه. تمام؟ طيب ترسيم الديكوشن ده كلير يا باشمهندس كلام، يعني كده فهمنا الاستراكشر وايز بتاعتها او الاستراكشر كونسبت اللي هو الاساس المتشابه. استنتاج المعادله دي بقى دي حاجه بس بقى رياضيه، يعني حاجه ما تخصناش، يعني احنا مش يهمنا احنا نجيب ايكويشنز ونستنتج معادله والكلام ده كله، لا رياضيا احنا مش عاوزين، احنا فاهمين خلاص هي ايه اللي جاب العطله دي وبنحلها امتى والكونديشنز بتاعتها. زي ما احنا عن طريق تعريف احنا ده كده تو ادجستمنت سبانز، يعني تكون متجاوع صح؟ تو ادجستمنت سبانز متحملين باي احمال بس تبقى كونسنتريتد. سي سكسس جوينتس ثلاث نقط متتاليه، انا هحسب عند نقطه معينه هطبق الايكويشن اللي انتم شايفينها بالشكل ده كده. كل سبان ليه خواص، يعني ليه خواص؟ يعني دي قيمه سبان معين ممكن انرشا معينه. بص يا جماعه السبان اللي الانرشا بتاعته ثابته بنسميه بريزماتيك ميمبر. بريزماتيك ميمبر حاجه لو كانت في مشتعل على الرمل زي السيت او السيت او الباكس فبيجي يعرف يعمل ديفاين سيكشنز يلاقي حاجه اسمها بريزماتيك. يعني ايه بريزماتيك؟ بريزماتيك يعني القطاع كله ثابت. يعني ايه القطاع كله ثابت؟ هتلاحظوها قوي في الفريمات بس. لو ده فريم يا جماعه كده مثلا اي فريم اي كمبيوتر اي عامل سيستم بيبقى شكل الفريم ده عامل كده. صح؟ بتلاقوا حاجه اسمها هونج، حاجه اسمها ايه؟ بتلاقوا ان لبس القطاع، لبس القطاع عند المومنتس اللي هي كبيره وشكل المومنت عامل فيها مثلا ده نيجاتيف. عكس تشيكينج مومنت على الفريم ان اقصى مومنت اللي عند الجوينت دي صح؟ لان هي اللي بتقاوم، هي اللي بتقاوم اساسا الاكشن بتاع الاحمال ريجن جوينت دي. فبنلاقي ان لبس القطاع عند الجوينت دي كبير وبعد كده مش محتاج بحث انا عاوزين نزيله صح؟ فبقلل لبس القطاع عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل ديزاين اتصال، عشان اعمل كلوم ديزاين، عشان تصميم اتصال، بقلل لبس القطاع. فدايما بنلاقي شكل فريم او شكل الاليمنت ماشي مع شكل العزول ده. يعني هو اليمنت بيتعرض لفليكشر، بيتعرض لمومنتس. فالقطاع اللي هو ديبس متغير ده او تبرد، تبرد دي يعني ايه؟ تبرد دي يعني مشطوف. اه تبرد يعني مشطوف كده. بنسميه لام بريزماتيك سيكشن، يعني لام بريزماتيك يعني قطاع مش ثابت. طب القطاع اللي هو بقى فريم عامل كده بالظبط زي اي فريم مثلا مش متعرض لاي حاجه او حاجه بسيطه ده البريزماتيك قطاعه ثابت. طبعا ده تصميم مش اقتصادي خالص لانك بتعمل قطاع كبير في كل الاماكن فمش موفر. وبرضه السن دي ممكن نشوف البرامج بتاع الكباري. البرامج بتاع الكباري يفضل انها تكون سيمبل، يعني هنج كولر بتلاقيها متثبته عند بير معين. بير ده معناها دعامه او كفر. البير ده بنسميه مكنه او دعامه. عمود بس كبير شويه. ده الكباري بتبقى عاملها كبيره شويه. بتبقى الكاميرا متثبته عند جزء هنج سبورت والناحيه الثانيه رولر مرتكزه على سلندرز كده. لو شفتوا اي كباري هتلاقي في سلندرز.
في بليد بقى فوق او بليد تحت والكاميرا بس عليها. ليه؟ عشان اخلي الكاميرا بس من ليه؟ لان الكباري دايما بتبقى ايه؟ اطوال كبيره، فانا بخاف من تاثير التمبريتشر، تاثير التمبريتشر بتاعي لو اتمدد، التمدد ده يعني ديسبليسنج، الديسبليسنج دي يعني اكسترا انترنال فورسز. فانا بسمح لها بالحركه عشان اقلل الانترنال فورسز. هي الكونسيبت ثابت في اي حاجه. فبتلاقوا الكاميرا دي عامله ازاي؟ اللي هو بيسموه التصميم الاقتصادي. تاني الكاميرا دي عامله كده، بتساهم هنا قليل، بعد كده تلاقيها ماشي كده، بعد كده تساهم هنا كبير، بعد كده تلاقيها هنا مسدين. ده السبورت، ده السبورت. فبتلاقي ان الاقصى بتاع فين؟ عند اقصى عندي. صح؟ طب انا مش عندي اسود، انا عندي شيل بس، عندي اقصى شيل. خلاص طالما القطع اللي انا شايفها الشيل خلاص. ليه اعمل كاميرا بدبس كبير على كامل الكاميرا؟ ده اسمه نمط بريزماتيك سيكشن. ده بقى كده الاي بتاعتي مختلفه، لان هنا في دبس، هنا في دبس، صح؟ مش الاي بتاعت اي سكشن مثلا اللي هو التانيه بيبقى بي تي تقريبا 12، لما انا عندي تي هنا وتي هنا، عندي تي 1 وتي 2، يبقى ده اي وده اي، مثلا ده اي 1 واي 2، فيصبح الاندونيشن مختلف، فبنسميه نمط بريزماتيك. ده كله ليه؟ عشان بنقول في حاجه اسمها بريزماتيك من الاي بتاعته. يعني كل شغلنا هيكون خلال الاسبان الواحد ان الاي ايه؟ ثابت بريزماتيك من. تمام؟ المعادله بقى هتكملها اللي هي المعادله الرياضيه، هي المعادله المستنتجه دي بقى وتشرح معادلات رياضيه كده وداخل فيها حاجات استراكشر. المعادله بتقول لك ايه؟ انت لو بتطبق العزوم عند نقطه محدده، العزوم عندها مجهوله وانت عاوز تحسبها. لازم الشرط بتاع النظريه دي ايه؟ ان في 3 سكسيسيف جوينتس، صح؟ يعني في 3 نقط متتاليه، 3 سكسيسيف جوينتس. ال 3 سكسيسيف جوينتس دي انا لما بطبق عند نقطه 2، انا عندي النقطه دي قبلها ونقطه ونقطه بعدها، صح؟ في 3 نقط. طيب طبقنا، قال لك المعادله المستنتجه هي عباره عن انا بقف عند النقطه اللي انا بحسب عندها، بشوف العزم مين، سميه واحد في ال السبان اللي على شمالي على الواي بتاعتي، في زائد 2 العزم اللي انا موجود عنده في ال على شمالي على اي على شمالي، زائد ال رايت على اي رايت، زائد العزم اللي على اليمين في ال رايت على اي رايت. خد بالك جدا من الانرشا بتاعت الاسبانات، يعني لما تكون اي ده يكون 2 اي. تمام؟ طيب ده كله بيساوي حاجه اسمها ايه؟ سالب 6 ار. انا واقف عند نفس الجوينت ار ليفت او ار 2 1 زي ما انا بسمي على اي 2 1 الانرشا بتاعتها، زائد ار رايت او ار 2 3 على الانرشا بتاعتها. سالب 6 و 2 والكلام ده كله دايما بنستنتج بيه. طيب معنى كلمه ار دي ايه؟ ار دي انا كوير ار، تعال كده نشوفها، از ذا لاستيك رياكشنز فور ذا ادجاستنج سبانز. السبانز اللي انا قلت عليها ادجاستنج متجاوب، كونسيدرنج ات از سمبل سبان، محطوط سمبل ديو تو لاستيك لودز. هنعرف يعني لاستيك لودز باي كونج بين مسود. بص يا جماعه، معنى كلمه بلاستيك رياكشنز او بلاستيك لودز، تعالى كده نفتكر كنا بنعمل ايه؟ بنحسب ريفليكشن عن طريق كونج بين ميثود. تفتكروا معايا عن ايه بلاستيك لودز؟ فاكرين كنا بنحسب ريفليكشن؟ كنا بنحسب ريفليكشن بس عن كاميرا وعليها احمال، وانا عاوز احسب ريفليكشن او الواي او الريفليكشن بتاع اي نقطه. قعدنا نستنى بطريقه كونج بين، بنحاول السبورتات، صح؟ بعد ما نحاول السبورتات نعمل ايه؟ بنرسم المومنت بتاع الكاميرا الاصليه على الكاميرا الكونجي، بنعتبر المومنت ده حاجه اسمها لاستيك ايه؟ لودز. لا دي لاستيك لودز. وبعد كده بحسب حاجه اسمها ايه؟ لاستيك رياكشن. هو ده الار اللي احنا كنا بنحسبه اللي هو الشيل اللي هو الالفا، تمام؟ اللي هو الروتيشن. فمعنى كلمه لاستيك رياكشنز اللي هو لاستيك رياكشن فور ذا ادجاستنج سبانز، considering it as a simple span، كل span كام لوحده كده simple، due to elastic loads. elastic loads هي عباره عن المومنت بتاع الريال بيم على كونجكت بيم. loads by كونجكت بيم مسؤول، بطريقه كونجكت بيم مسؤول. تعرفين اصلا elastic بيم؟ elastic reaction elastic loading؟ بصوا elastic لو تفتكروا كنا بنطلع اي ريفليكشن او اي واي، كنا بنقول مثلا بتاع السمبل بيم عباره عن ايه؟ 5 384، صح؟ ده متر اس 4 على ايه؟ شايفين البرانترز اللي تحت
اسمها ER. ايه دخل ايه في الموضوع؟ في ريليشن ما بين المومنت والديفورميشن اللي بيحصل في القطاع والبروبيرتس بتاعت المادة. هي ايه؟ ايه ده اسمه ايه؟ لاستيك مودلس. عشان كده دايما في علاقة ما بين الديفورميشن اللي بتحصل في المادة اللي هي متعلقة مع اي ديفورميشن اللي عملها عبارة عن ايه؟ مثلا من الحليب من السبيستيك بتاعك كان عامل ازاي؟ صح؟ الجزء ده اللي احنا شغالين فيه دايما هو اللينير الشعر كلها لينا أناسس كان في علاقة ما بين الاسترس والاسترين صح؟ العلاقة انت ربطها ان هي ايه؟ الاسترس مودلس او يانس مودلس وعامل المونة بتاع المادة وعامل المونة ده يعبر عن مدى تشوه المادة في تأثير الأحمال يعني ايه ديفورميشن اللي يحصل في المادة في تأثير الأحمال ايه الاسترين اللي يحصل في المادة في تأثير الأحمال صح؟ فالديفورميشنز الديفورميشنز اللي هي بتاعت القمرة اللي هي الديفليكشن اللي بتخليها يحدث ديفورميشن في القطاع نفسه اللي هي بتحكم فيها البروبيرتي بتاعت الماده اللي هي الاي ليها علاقه بكيف الريفليكشن عشان كده دايما بنقول ان الريفليكشن ده الاستيك لوز او الاستيك رياكشنز اللي علاقه بالكربون ده اسمها الاستيك بيم ثيوري الاستيك بيم ثيوري عشان كده دايما بنسمي بقى الريفليكشنز ونقول دي الاستيك لوز ودي الاستيك رياكشنز تمام؟ طيب هنحسبها ازاي بعد كده؟ خلاص نعتبر شكل البوند بين النوم ده حلو نعتبره حلو ونحسب رياكشنز دي سهله. بص يا شباب سيبنا هيقابلنا صعوبات ده هو لما يكون الحمل عندك على شكل الكيرف ده اللي انت شايفه ده. شايفين شكل الكيرف ده؟ انا اولا لو قابلني شكل الكيرف ده اللي هو شكل المومنت احسبه انا بقول اعتبره حمل اعتبره انه حمل يعني الشكل ده عباره عن حمل مثلا. طب انا احسبه دلوقتي الريزلت بتاعته ازاي؟ قال لك لو عندك كيرف بالشكل ده نص الكيرف او اي برامج من الدرجه الثانيه دي بيسميها ازاي؟ البرامج من الدرجه الثانيه لو ده ايه وده بي اصل ده معناه ان ايه ده جزء من السبان او السبان والبي ده هو قيمه المومنت هنا مثلا ده بالنسبه لي على 8 اي كان قيمه الحكومه اللي عندك فمساحه الجزء بتاع الكيرف عباره عن 2 على 3 الاي في البي ثلثين الاي في البي ومساحه الجزء المتبقي اكيد كله اف بي كله التاني اف بي فاللي فوق ده الاثنين واللي تحت ده ايه؟ التالت. نقطة تأثير المحصلة بتاعته هو كمبازر محصلة وسط بلوت هيبقى عبارة عن 3 على 8 ايه من ناحيتي والجزء ده ايه على 4 من ايه؟ من ناحيتي تمام؟ الورقة اللي انتوا المرة اللي فاتت انتوا صورتوه في كيرفز دي وفيها المساحة بتاعتها وفيها نقطة تأثيرها والكلام ده تمام؟ ده كده بالنسبه للبرامج او اي برامج درجه ثانيه. طب انا بحسب الكيرف ده كله هو برضه 2 على 3 البي في الايه بقى كلها؟ يعني انا بحسب الكيرف كده كده كل ده مثلا كل ده دي ايه دي بي برضه يبقى تقسيم بقى في النص لان ده سيمتريك ومقدارها كام؟ تمام؟ طيب والكيرف ده لو كان هو فوق يعني مثلا بعمل بس شكله مجموعة عامل كده انا عايز احسب الجزء ده الكيرف ده تلت الاي في البي بيأثر على ايه؟ على الاربعه. الاشكال بعد كده او الجيومتري بعد كده سهله يعني لو كان ريكتانجلر اي في بي خلاص بيأثر في النص لو كان ترينجلر نص اي في بي بيأثر في الثلث والثلثين تمام؟ يبقى ده المشكله ونحسب بس الاكشنز. طب خلاص كده احنا هناخد الطريقه معناها ايه؟ ونعرف نطبقها ازاي؟ تعالوا نطبقها على مثال بسيط قوي كده عشان نفهم كل اللي احنا قلناه. بص يا جماعه دي كاميرا هنطبق الاول على فريمز بعد كده فريمز. دي كاميرا عباره عن تو سكسسيف سبانز فيها سي سكسسيف جوينتس وانا عاوز ارسم الانترنال فورس دايجرامز اللي هي شيء فورس دايجرام والبيلد مومنت دايجرام. احنا مهمتنا ده كله يا جماعه ان احنا بنعمل ايه؟ اناليسيس ان ان جيت ستراكشرز يعني احنا اساسا بنحسب الانترنال فورس والاكسترنال فورميشنز. الطريقه دي عملناها ما بتحسبش فورميشنز الطريقه دي ما بتحسبش بالكوميشنز. انا اقول لك مثلا سيب لي الفليكشن هنا او الجوينت هنا احسب بس انت الكلام ده كله ما بتحسبش. طب انا بحسب هاخدها بعد كده ان شاء الله اللي هي بشعور بالسوق. يعني بتحسب بس الكاميرا بتحسب. طيب تعال نطبق كده اقول القمر ان ان نيت بي للدرجه الثالثه صح؟ انا عندي 6 رياكشنز وعندي 3 بالونز بس سيب لي بي في ان في الناس. عايزين نطبق السيمومنت اكويشن على الجوينت ده رقم كام؟ 2
عندي كلام كده بقى تعالوا نطبق. احنا بنقف عند النقطه اللي عايزين نسال بعدها، بنقول ام ليفت او العزم اللي على الشمال. اولا العزم على الشمال بنجيبه كام؟ زيرو، لانها هنج طرفيه صح؟ طيب خلاص يبقى الترم ده كله طالع. زائد 2 ام اللي انا واقف عندها هي 2 ام 2 في ال ليفت على الاي ليفت زائد ال رايت على الار رايت، يعني ال على اي وال على ايه؟ على ار. زائد العزم اللي على اليمين هو يبقى زيرو، الترم ده خلاص طالع، ده كله بيساوي سالب 6 ار ليفت على اي ليفت زائد ار رايت على ار ايه؟ رايت. طيب تعال كده بسطها، يبقى زيرو زائد 4 ام على ال ام ال على اي، ده كله بيساوي سالب 6. الاستيك رياكشنز، الاستيك رياكشنز معناها نبقى عم نقصده من each span is a simple، ومن هنا الاثنين واحد اللودز بتاعته دي الريال بين هنطبقها عن طريق conjugate beam method. عن طريق conjugate beam ارسم المومنتس بتاع القمر الريال على القمر conjugate، بعتبر ده لودز، اكني بعتبر لودز كده يا جماعه، اكني بعتبر لودز، اكني بستدمجه كده على القمر تمام؟ اكني بعتبر لودز، انا بعتبر البند مومنتس هي بلاستيك لودز على كفر كونجكت. طب افتحهم لودز، عاوز اجيب بقى الاستيك رياكشنز عند الجوينت اللي انا بحسب عنها اللي هي رقم 2 تمام؟ طيب هو عباره عن ايه بقى؟ التركيز ده عباره عن ايه؟ تركيز الحمل ده عباره عن ايه؟ 2 على 3 ال A هي L في ال B اللي هي دبليو سكوير على 8 صح؟ مش ده سمبل سبان؟ طيب يبقى 2 على 3 دبليو سكوير على 8 في L برضه ده 2 على 3 دبليو سكوير على 8 في L. طب خلاص ده سمبل، ده 2 على 3 يعني تقريبا 1 على 12، يعني ده بيبقى ايه تكعيب على 12، ده كده مش تركيزه صح؟ والله ده سيمتريك، يبقى اكيد هنا نصه وهنا نصه صح؟ يعني ده بيبقى تكعيب على 24 وده بيبقى تكعيب على 24، والسبان اللي هناك برضه نفس الحكايه. خلي بالك كويس قوي انت بتحسب الاستيك اكشنز على الجوينت صح؟ يبقى تاخد الاستيك اكشنز اللي جايه من الادجاست سبانز، يعني اللي جايه من السبان اللي على اليمين والسبان اللي على الشمال. محدش ياخد بتاع واحد بس. عارفين ليه؟ يعني كده بالطريقه بيقول لك ايه؟ تو ادجاست سبانز. وانت بتحسب هنا فور ادجاست سبانز. يعني البحور المتجاوبه. تمام؟ لان اكيد المومنت اللي جاي من هنا جاي متاثر تو سبانز بس. طيب انا كابتن دبليو تكعيب 24 على اي ودبليو تكعيب 24 على باور. اظن بقى المعدل كده فشل بكل واحد. اللي هو ال M 2 ده ومقدار العزم على الجوينت 2 هقدر احسبه طلع العزم هنا دبليو سكوير على ايه؟ على 8. مش مشكله؟ خلاص انا جبت العزم هنا المفروض اقدر احسب الرياكشنز واقدر احسب الشيف فورس وكل حاجه اللي طبعا ازاي مش هنسيب. الطريقه اللي دايما انت بقرا انا دلوقتي خلاص انا عرفت ان العزم هنا مقدار دبليو ال سكوير على 8 صح؟ وانا عندي حل هنا مقدار دبليو الرياكشنز عباره عن ده تركيزه دبليو ال صح؟ يبقى الرياكشن هنا كام؟ دبليو ال على 2 دبليو ال على 2 مشكله؟ طيب الرياكشن اللي جايه من العزم، انا عندي عزم مقدار دبليو ال سكوير على 8 دبليو ال سكوير على 8 لازم يكون في كابل فورس يعملوا عزم في الاتجاه بتاعه ضد العزم ده عشان في ايكويليبريم ومقدارهم نفس مقدار العزم صح؟ الكابل فورس دي عباره عن ايه؟ عباره عن بنت العزم على الاسبان يبقى ده ال سكوير على 8 على ال يعني يبقى كام؟ دبليو ال على 8 دبليو ال على 8 اي كابل فورس متساويين صح؟ ليه؟ عشان لما يجيبوا له عزم يبقى دبليو ال سكوير على 8 يلاقيش العزم هو ايه؟ بره. لكن انا بالنسبه للاكشنز بالسكريه موثقه شويه يبقى التوتال هنا نص ناقص تومن صح؟ نص عبارة عن كام تومن؟ 4 فاضل لك كام؟ 3 على 8 نص زائد تومن يبقى 5 على 8 تمام؟ يبقى عندي هنا الرياكشن مقدار الرياكشن هنا هيبقى مقدار 3 على 8 دبليو ال هنا برضه مقدار 3 على 8 دبليو ال وعندي الرياكشن هنا هو عبارة عن 5 على 8 دبليو ال من كاميرا 5 على 8 دبليو ال من الكاميرا الثانيه يبقى كام؟ دبليو ال احنا عاملين نفس الشيء فورس في الدراف هيبقى 3 على 8 دبليو ال 5 على 8 دبليو ال 5 على 8 دبليو ال 3
3 تايم دبليو فعلا ده كده شير فورس تايم دبليو. المشكله البين مومنت انا اسمع خلاص عارف كل البين مومنت الناقص هنا زيرو هنا زيرو هنا دبليو سكور على ايه؟ على 8. انا كده جبت الماكسيمم نيجاتيف. الماكسيمم بوزيتيف فين يا جماعه؟ فين؟ عند الزيرو شير يا جماعه. الماكسيمم مومنت الماكسيمم بوزيتيف بين المومنت هو فقط دبليو سكور على 8 لو اتعلم نفس الكتاب. انا مش بعلم نفس الكتاب يبقى الماكسيمم بوزيتيف عند الزيرو شير. انا عارفها؟ لا. افرض ده ايه؟ افرض ده ايه؟ ما اعرفهاش. طب مقدار الحمل بيبقى 3 على 8 دبليو ال ناقص دبليو ايه يساوي ايه؟ زيرو. ايه دبليو راح بتاع دبليو فايه تطلع بكام؟ دي النقطة اللي عندها الماكسيمم بوست بين المومنت عندها زيرو شيء. اروح احسب المومنت عندها يطلع لي الماكسيمم بوست بين المومنت. مومنت. كده انا قسمت الاثنين فورس للنقطة الكاميرا شيل فورس للراب بين المومنت بين المومنت يبقى في ماكسيمم نيجاتيف وماكسيمم بوست. تمام؟ لو تروحوا بيها يا جماعة وتيجي تعمل خدته في الارسي ديزاين الارسي لما تيجي تحله كده يقول لك مال بسرعة كده يعمل ايه؟ 4 من 10 ده كده 6 من 10 ونص 4 من 10 يبقى زوج ده بيقول لك ترجع 8 على 10 على 10 يقول لك البريكه كده بسرعه عشان مش هنعرف الديزاين اللي ماشي بتقعد تحل هو الديزاين تعمل ديزاين ده فبيديك ايه؟ يقول لك في طريقه مبسطه كده ان احنا نحسب ايه؟ العزوم والشيء اللي هي جايه 3 على 8 تقريبا 4 من 10 تقريبا 5 على 8 6 من 10 6 من 10 4 من 10 لو الكاميرا كونتينوس يبقى ايه بقى؟ 4 من 10 6 من 10 نص 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 وتفرق اخر 4 من 10 بقى اخر 6 من 10 4 من 10 اخر 6 المومنتس ده اللي بيسكر على 8 ده اللي بيسكر على 10 يبقى كونتينوس 10 8 12 12 10 وهكذا فمين الكلام ده؟ دي محلولة يعني. اوكي دلوقتي في مشكله اللي بتفهمنا الطريقه يعني ايه؟ يعني كاس جوينت يعني لو دي كاس ستار قلت طب عند كاس جوينت ممكن بقى الرياضيه تخش مع الكتير في مجهولين ثلاث معدلات في ثلاث مجهولين وهكذا بس هتتحل يعني انت ممكن تطبيق لا مش تسليسه ممكن دي شروط اللي بتعدي يعني طبيعي زي ما انت عاوزه لو هنحل في مال دلوقتي وهنحل طبعا بروتين مثلا كذا وكذا طب يعني كاس جوينت ممكن تبقى مع الكتير في مجهولين تقدر تحلل مع بعض مثلا ثلاث معدلات في ثلاث مجهولين هنا مثلا كانت معدل مجهول واحد وهكذا حسب ظروفه تمام؟ هل عندك مشكله؟